اهلا بيكم في الايقونه. لو عجبك المحتوى ما تنساش تضغط لايك وشير. طلبة ان ده مش صح وان هم لازم ياخدوا بالهم قوي ايه اللي مطلوب تحديدا. يفهم السؤال يا استاذه جيدا، وهو حضرتك تمام لو فهم السؤال عايز ايه وقراه اكتر من مره. يعني خلي بال حضرتك، هو ممكن وضع الامتحان الطالب يبقى عارف السؤال ومذاكره مره و22، بس وضع الامتحان يتلاعب معاه بكلمه يقول لك لا انا ما خدتوش. طالب مثلا يعتمد على ملزمه بتاعت مدرس فيها هو مذاكر منها الكتاب السؤال بصيغه معينه، ما جاتش الصيغه دي يبقى انا لا، ما السؤال ده مش عندنا، انا ما خدتوش او ما شفتوش قبل كده. فانا اللي بنصح بيه ابناء الطلاب الامتحان السنه دي زي ما حضرتك اكدتي انه في صالحك، الامتحان في مستواك، بلاش تنزف درجات بسبب تسرعك، ما تضغطش نفسك نفسيا وعصبيا، وركز على قد ما تقدر انك تفهم السؤال. في هدايا انا ممكن نقدمها من خلال برنامج حضرتك لابنائنا طلبه الثانويه العامه. انا عايزهم في التعبير ده من خلال الاحداث الجاريه ومن خلال منهجهم. ركز على اللي يرتبط بمنهجك، يعني حاجه زي التنمر حضرتك واحترام الاخر. ده موضوع تعبير مهم السنه دي وبيفرض نفسه. بتغششهم لا احنا بنديهم حضرتك مفاتيح عشان نطمنهم نفسيا. تمام. موضوع زي ذوي الهمم، فاهمه كلام حضرتك، مهم جدا وبيفرض نفسه. دور رجال الشرطه، مبادره حياه كريمه، اطفال الشوارع، النيل والوحده الوطنيه، هو درسه واخده عنده حضرتك في نصوص زي الكنيسه نورت وزي العلم في الاسلام هو وضع الامتحان هيوظف الدرس اللي هو خده الطالب في موضوع زي موضوع التعبير. فانت ما تخافش يعني من اللي انت خدته، وركز. الموضوعات كلها مرتبطه ببعض يعني. يبقى بعضها وفي احداث جاريه احنا احيانا كتيره كمان الحل بيبقى في ورقه الاسئله هو مش واخد باله، يعني بنلاقي كل الاسئله فيها الحلول بتاعت الاسئله كلها، يعني لو هو قرا الورقه الاول دايما نقول اقرا ورقه الاسئله كلها الاول، لان ممكن تلاقي اجابات مرتبطه بالاسئله المطروحه. حضرتك موضوع زي التنمر او احترام الاخر، هو عنده قصه الايام بتاع الدكتور طه حسين. تمام. وحياته عاشها في التنمر في الهزار وكده رحلته والكلام ده، فوضع الامتحان في ظل الظروف والكام حدث الجاري اللي حضرتك شايفناهم في بدايه العام الدراسي او بدايه السنه دي من حاجات تنمر، تمام، هيفرض نفسه وانت درسه في قصتك، اهتم بيه وذاكره. وعندنا موضوعات نصوص مهمه برضو، ولعله يعني ان شاء الله يعني السنه دي تعدي على خير وتبقى سنه سهله وميسره، ويطلع الطالب بقى يقول بقى كده يعني احنا دفعه كورونا. لا يا استاذ، يعني دكتور طارق شوقي حضرتك في اجتماعاته يوميا في اجتماع مفتوح عبر الفيديو كونفرنس، طلبه ان ده مش صح وان هم لازم ياخدوا بالهم قوي ايه اللي مطلوب تحديدا. يفهم السؤال يا استاذه جيدا، وهو حضرتك تمام لو فهم السؤال عايز ايه وقراه اكتر من مره. يعني خلي بال حضرتك، هو ممكن وضع الامتحان الطالب يبقى عارف السؤال ومذاكره مره و22، بس وضع الامتحان يتلاعب معاه بكلمه يقول لك لا انا ما خدتوش. طالب مثلا يعتمد على ملزمه بتاعت مدرس فيها هو مذاكر منها الكتاب السؤال بصيغه معينه، ما جاتش الصيغه دي يبقى انا لا، ما السؤال ده مش عندنا، انا ما خدتوش او ما شفتوش قبل كده. فانا اللي بنصح بيه ابناء الطلاب الامتحان السنه دي زي ما حضرتك اكدتي ان هو في صالحك، الامتحان في مستواك، بلاش تنزف درجات بسبب تسرعك، ما تضغطش نفسك نفسيا وعصبيا، وركز على قد ما تقدر انك تفهم السؤال. في هدايا انا ممكن نقدمها من خلال برنامج حضرتك لابنائنا طلبه الثانويه العامه. انا عايزهم في التعبير ده من خلال الاحداث الجاريه ومن خلال منهجهم. ركز على اللي يرتبط بمنهجك، يعني حاجه زي التنمر حضرتك واحترام الاخر. ده موضوع تعبير مهم السنه دي وبيفرض نفسه. بتغششهم لا احنا بنديهم حضرتك مفاتيح عشان نطمنهم نفسيا. تمام. موضوع زي ذوي الهمم، فاهمه كلام حضرتك، مهم جدا وبيفرض نفسه. دور رجال الشرطه، مبادره حياه كريمه، اطفال الشوارع،
النيل والوحده الوطنيه، هو درسه واخده عنده حضرتك في نصوص زي الكنيسه نورت وزي العلم في الاسلام وزي هو وضع الامتحان هيوظف الدرس اللي هو خده الطالب في موضوع زي موضوع التعبير. فانت ما تخافش يعني من اللي انت خدته وركز، الموضوعات كلها مرتبطه ببعض يعني ببعضها وفي احداث جاريه احنا احيانا كتيره كمان الحل بيبقى في ورقه الاسئله هو مش واخد باله يعني بنلاقي كل الاسئله فيها الحلول بتاعت الاسئله كلها يعني لو هو قرا الورقه الاول دايما نقول اقرا ورقه الاسئله كلها الاول لان يعني ممكن تلاقي اجابات مرتبطه بالاسئله المطروحه. حضرتك موضوع زي التنمر او احترام الاخر هو عنده قصه الايام بتاع الدكتور طه حسين تمام وما حياته عاشها في التنمر في الهزار وكده رحلته والكلام ده فوضع الامتحان في ظل الظروف والكام حدث الجاري اللي حضرتك شايفناهم في بدايه العام الدراسي او بدايه السنه دي من حاجات تنمر تمام هيفرض نفسه وانت درسه في قصتك اهتم بيه وذاكره. وعندنا موضوعات نصوص مهمه برضو ولعله يعني ان شاء الله يعني السنه دي تعدي على خير وتبقى سنه سهله وميسره ويطلع الطالب بقى يقول بقى كده يعني احنا دفعه كورونا. لا يا استاذ دكتور طارق شوقي حضرتك في اجتماعاته يوميا في اجتماع مفتوح عبر الفيديو كونفرنس الطلبه ان ده مش صح وان هم لازم ياخدوا بالهم قوي ايه اللي مطلوب تحديدا يفهم السؤال يا استاذه جيدا وهو حضرتك تمام لو فهم السؤال عايز ايه وقراه اكتر من مره يعني خلي في حضرتك هو ممكن وضع الامتحان الطالب يبقى عارف السؤال ومذاكره مره و22 بس وضع الامتحان يتلاعب معاه بكلمه يقول لك لا انا ما خدتوش. طالب مثلا يعتمد على ملزمه بتاعت مدرس فيها هو مذاكر منها الكتاب السؤال بصيغه معينه ما جاتش الصيغه دي يبقى انا لا ما السؤال ده مش عندنا انا ما خدتوش او ما شفتوش قبل كده. فانا اللي بنصح بيه ابناء الطلاب الامتحان السنه دي زي ما حضرتك اكدتي ان هو في صالحك الامتحان في مستواك بلاش تنزف درجات بسبب تسرعك ما تضغطش نفسك نفسيا وعصبيا وركز على قد ما تقدر انك تفهم السؤال. في هدايا انا ممكن نقدمها من خلال برنامج حضرتك لابنائنا طلبه الثانويه العامه. انا عايزهم في التعبير ده من خلال الاحداث الجاريه ومن خلال منهجهم ركز على اللي يرتبط بمنهجك يعني حاجه زي التنمر حضرتك واحترام الاخر. ده موضوع تعبير مهم السنه دي وبيفرض نفسه بتغششهم لا احنا بنديهم حضرتك مفاتيح عشان نطمنهم نفسيا تمام. موضوع زي ذوي الهمم فاهمه كلام حضرتك مهم جدا وبيفرض نفسه دور رجال الشرطه مبادره حياه كريمه اطفال الشوارع النيل والوحده الوطنيه هو درسه واخده عنده حضرتك في نصوص زي الكنيسه نورت وزي العلم في الاسلام وزي هو وضع الامتحان هيوظف الدرس اللي هو خده الطالب في موضوع زي موضوع التعبير. فانت ما تخافش يعني من اللي انت خدته وركز الموضوعات كلها مرتبطه ببعض يعني ببعضها وفي احداث جاريه احنا احيانا كتيره كمان الحل بيبقى في ورقه الاسئله هو مش واخد باله يعني بنلاقي كل الاسئله فيها الحلول بتاعت الاسئله كلها يعني لو هو قرا الورقه الاول دايما نقول اقرا ورقه الاسئله كلها الاول لان يعني ممكن تلاقي اجابات مرتبطه بالاسئله المطروحه. حضرتك موضوع زي التنمر او احترام الاخر هو عنده قصه الايام بتاع الدكتور طه حسين تمام وما حياته عاشها في التنمر في الهزار وكده رحلته والكلام ده فوضع الامتحان في ظل الظروف والكام حدث الجاري اللي حضرتك شايفناهم في بدايه العام الدراسي او بدايه السنه دي من حاجات تنمر تمام هيفرض نفسه وانت درسه في قصتك اهتم بيه وذاكره. وعندنا موضوعات نصوص مهمه برضو ولعله يعني ان شاء الله يعني السنه دي تعدي على خير وتبقى سنه سهله وميسره ويطلع الطالب بقى يقول بقى كده يعني احنا دفعه كورونا. لا يا استاذ دكتور طارق شوقي حضرتك في اجتماعاته يوميا في اجتماع مفتوح عبر الفيديو كونفرنس الطلبه ان ده مش صح وان هم لازم ياخدوا بالهم قوي ايه اللي مطلوب تحديدا يفهم السؤال يا استاذه جيدا وهو حضرتك تمام لو فهم السؤال عايز ايه وقراه اكتر من مره يعني خلي في حضرتك هو ممكن وضع الامتحان الطالب يبقى عارف السؤال ومذاكره مره و22 بس وضع الامتحان يتلاعب معاه بكلمه يقول لك لا انا ما خدتوش. طالب مثلا يعتمد على ملزمه بتاعت مدرس فيها هو مذاكر منها الكتاب السؤال بصيغه معينه ما جاتش الصيغه دي يبقى انا لا ما السؤال ده مش عندنا انا ما خدتوش او ما شفتوش قبل كده. فانا اللي بنصح بيه ابناء الطلاب الامتحان السنه دي زي ما حضرتك اكدتي ان هو في صالحك
الامتحان في مستواك، بلاش تنزف درجات بسبب تسرعك، ما تضغطش نفسك نفسيا وعصبيا، وركز على قد ما تقدر انك تفهم السؤال. في هدايا انا ممكن نقدمها من خلال برنامج حضرتك لابنائنا طلبه الثانويه العامه، انا عايزهم في التعبير ده من خلال الاحداث الجاريه ومن خلال منهجهم، ركز على اللي يرتبط بمنهجك، يعني حاجه زي التنمر حضرتك واحترام الاخر. ده موضوع تعبير مهم السنه دي وبيفرض نفسه. بتغششهم موضوع. لا احنا بنديهم حضرتك مفاتيح عشان نطمنهم نفسيا. تمام؟ موضوع زي ذوي الهمم. فاهمة كلامي حضرتك؟ مهم جدا وبيفرض نفسه. دور رجال الشرطه. مبادره حياه كريمه. اطفال الشوارع. النيل والوحده الوطنيه. هو درس واخده عنده حضرتك في نصوص زي الكنيسه نورت وزي العلم في الاسلام وزي هو وضع الامتحان هيوظف الدرس اللي هو خده الطالب في موضوع زي موضوع التعبير. فانت ما تخافش يعني من اللي انت خدته وركز. الموضوعات كلها مرتبطه ببعض يعني. يبقى بعضها وفي احداث جاريه احنا احيانا كتيره كمان الحل بيبقى في ورقه الاسئله هو مش واخد باله يعني بنلاقي كل الاسئله فيها الحلول بتاعت الاسئله كلها يعني لو هو قرا الورقه الاول دايما نقول اقرا ورقه الاسئله كلها الاول لان ممكن تلاقي اجابات مرتبطه بالاسئله المطروحه. حضرتك موضوع زي التنمر او احترام الاخر هو عنده قصه الايام بتاع الدكتور طه حسين. تمام؟ وحياته عاشها في التنمر في الهزار وكده رحلته والكلام ده فوضع الامتحان في ظل الظروف والكام حدث الجاري اللي حضرتك شايفناهم في بدايه العام الدراسي او بدايه السنه دي من حاجات تنمر. تمام؟ هيفرض نفسه وانت درسه في قصتك اهتم بيه وذاكره. وعندنا موضوعات نصوص مهمه برضو ولعله يعني ان شاء الله يعني السنه دي تعدي على خير وتبقى سنه سهله وميسره ويطلع الطالب بقى يقول بقى كده يعني احنا دفعه كورونا. لا لا يا استاذ يعني دكتور طارق شوقي حضرتك في اجتماعاته يوميا في اجتماع مفتوح عبر الفيديو كونفرنس